السلام عليكم، أسعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب. اليوم عندي شوية تنظيفات تعتمدها شهريا في البيت. أول ما صحيت فتحت الشباك، يدخل الشمس كذا، يتهوى البيت، يتنور. سبحان الله، البيت اللي تدخل الشمس نعمة. لما يكون عندي شغل في البيت ما أحاول أسوي كذا فطور سريع، أسوي نسكافة غالبا وأخذ معاها بسكوت. هذا البسكوت الدايجستيف، شعير، مو دايجستيف لكن شعير، معتمدته من فترة، سعراته قليلة وأحبه كفطور أو سناك. هذه نسكافتي زي ما أنتم شايفين، لونين. أنا أخلط نوعين من النسكافة، النسكافة العادية اللي هي النستلة، والنوع هذا جولد، أخلطهم مع بعض وأعبيهم في العلب. صراحة يعطي طعم لذيذ للي يحبوا القهوة النسكافة، لو جربتوه حيعجبكم. وبس، وحاخذ من هذا البسكوت ثلاث حبات، ثلاث حبات ما كملت 100 سعرة، يعني جدا خيار حلو لفطور أو سناك. هنا عندي الغرفة هذه، قد صورت لكم هي قبل كذا، فسخت الخداديات حقها وغسلتها زي ما انتم شايفين، نشرتها على المرجيحة، وراح أغسل الكنب. غسيل الكنب عادة والمخدات أغسلها شهريا، أو إذا عندي ستائر أو شيء شهريا. هذه الماكينة لو تتذكروا سويت لكم عنها فيديو مفصل، حغسل بيها الكنب. الستارة عندي غسلتها ورجعت ركبتها، أنا ما أخليها تنشف تماما، لا، أحب يكون فيها شوية رطوبة وريحة اللينور تعبي المكان. ركبتها وخليتها تكمل يعني تنشف وهي مكانها. هذا الجزء سألتني عنه واحدة المتابعات لما سويت يوم من حياتي، ما شاء الله عليها، انتبهت له وسألتني كيف هذا دولاب ولا ثلاجة وانت حاطة عليه غلاية. لا، هذا زي ركن للشاهي، غلاية وجنبها براد، وفي ميزة التسخين، يعني بعد ما تسوي الشاهي يقعد ساخن. في جهتين، الجهة اللي فوق هذه ممكن تحطي فيها الشاهي، الكاسات، أنا مخليها فاضي. طيب، والجزء اللي تحت أحط فيه دبة الموية ويدخل فيها هذا اللي، بس الحين فضيت عشان كذا شلتها، دبة أو قارورة ما أدري إيش تسموها. المهم، فأنا شلتها لأنها فاضية، ومن الأزرار هذه يعني أضغط على زر يسحب الموية إلى الغلاية وتغلي وأسوي الشاهي، وزي ما قلت لكم يقعد في ميزة التسخين. حطيته جنب كورنر الكوفي في مكان الجلوس، حلو لما تكونوا مجموعين، موجود القهوة، موجود الشاهي، اللي يبغى كذا أو كذا، حلو يعني كمكمل لغرفة الجلسة. هنا خلصت من غرفة المعيشة وخرجت برا، طاولة الطعام برضو شلت تلبيس الكراسي وغسلته، وبرضو أنا أغسل هذا الكنب، يعني ما هو وسخ مرة، لكن الفترة اللي فاتت بعد ما خرجت بنتي من المستشفى كان يجينا ضيوف على طول، فحسيت أنه يبغاله شوية نظافة، حأغسله برضو. ودخلت الآن أسوي الغداء اللي شفته في العنوان، اللي أعتمده دائما لما تكون عندي تنظيفات، مع المزيون هذا، قدر الضغط الكهربائي، صراحة سريع ومفيد، سواء كهربائي أو غيره، قدر الضغط عموما حلو، لكن هذا إنه ما له صوت وما له ريحة زي العادي، ويقعد البوتاجاز نظيف. حأسوي مضغوط، مضغوط دجاج. المضغوط هو زيه زي الكبسة، بس مضغوط، لأني ما حأخرج الدجاج أحمره، لا، كله مع الرز، كله مع بعض حيكون في نفس القدر، عشان كذا سميناه مضغوط، في قدر الضغط فسميناه مضغوط. هذه أسهل طبخة أسويها لما أكون مشغولة. حمرت البصل، حطيت عليه قطع الدجاج، طبعا شايل الجلد لأني ما أحمره، فما أحب يكون موجود عليه الجلد لو ما أحمره. وحطيت البهارات الخشنة، هيل، قرفة، ورق غار، وضروري كمان أحط بهارات ناعمة، ما أعتمد بس على الناعمة في الكبسات ولا بس على الخشنة، لا، يعطي طعم الاثنين، يعزز الطعم. هنا أحط الطماطم، أحب لما أحط الطماطم أسوي حفرة في النص دائما في أي طبخة، ما أدري ليه. المهم، حطيت هنا عصير الطماطم مع ملعقتين معجون طماطم، وأقلب تحمسي مضبوط، هذا اللي يحلي الكبسات، انك تحمسي البصل، تحمسي الطماطم مع الدجاج، يعطي نكهة حلوة.
تحطين البهارات الناعمة ضفتها، قلت لكم يعزز الطعم، يعني لا تعتمدي على ناعمة بس في الكبسات ولا على صحيحة بس، الاثنين مع بعض يديك نتيجة حلوة. وخليه ياخذ راحته في يعني في الحمس. اقلبه كله واتاكد انه اختلط بالدجاج كامل. انا هذه زي ما قلت لكم طبختي المعتمده لما يكون عندي شغل، او هذه هي السريعه انا اعتبرها. انتوا قولوا لي في التعليقات ايش الطبخه السريعه اللي تعتمدوها لو كان عندكم شغل في البيت وتنظيفات. احيانا ممكن اجيب جاهز لما يكون يعني يوم اجازه، انا نظفت يوم اجازه، لكن لما يكون في دوام صعب يعني انه اجيب من برا، فلازم يكون الاكل جاهز، يجوا من دواماتهم يكون الاكل جاهز. طبعا ضفت الليمون الناشف يعطي طعم لذيذ في الكبسات، وضفت الان المويه وضغطته على ما يستوي. انا طبعي ما اخرج من المطبخ، لو عندي طبخة أقعد يعني أشوف الثلاجة أرتب إذا كان في دولاب مقربع. فهنا فتحت الثلاجة وكان في كم حبة باذنجان، خفت إنها تخرب، فقلت حشويها وأحطها في الفريز، يعني في أكياس في الفريز، وقت ما أحتاج متبل أسوي. أنا أستخدم صينية البيتزا هذه المخرقة لما أشوي الباذنجان، أحس الحرارة تدخل يعني تدخل الباذنجان تمام، وخرمته زي ما أنتم شايفين، وأشغل الفرن من فوق ومن تحت، وأحطها في نص الفرن في الوسط، يعني 25 دقيقة يكفيها. في ناس يلفوها بقصطير، في ناس يقسموها نصين ويحطوها في بس أنا هذه طريقتي. هنا خلاص استوى كلها لانت. أنا قد سويت معاكم قبل كذا المتبل وشويت معاكم الباذنجان، احطه في كيس، وعشان يكون سهل علي تقشيره احطه كله في الكيس واقفل عليه، اخليه شويه وعلى طول تعرق نفس حبات الباذنجان وبسهوله تقدر تشيل القشره. خلاص اتركه على جنب لين اخلص طبختي. هنا خلاص الدجاج استوى، حطيت عليه الرز. لو انا احط انا في قدر الضغط ما انقع الرز، مجرد اني اغسله بس ما يحتاج تنقع. وتراعي في قدر الضغط خاصة الكهربائي ما تكون الموية كثيرة عموما، يعني في اي طبخة للكبسة لكن بالذات الكهربائي ما تكثر. وضفت عليه حبتين فلفل زي ما شفتوا. هنا قشرت الباذنجان كله في الكيس، هذا هو السهل، وطحنته في محضرة الطعام وراح أوزعه في الأكياس. الأكياس هذه وأحاول كذا أفرده بهذه الطريقة، خلاص وأدخله في الفريزة. وقت ما تبغي تضيفي عليه طحينة، لبن زبادي، الطريقة اللي أنت معتمدتها في المتبل. هنا سويت سلطة جنب المضغوط، تضيفي تحطي جنبه مخلل، سلطة حارة، بالطريقة اللي انتو تحبوها، سلطة لبن، بالطريقة اللي انتو تفضلوها مع الكبسات اللي متعودين عليها. هنا ما شاء الله كبستنا انتهت، الريحة تبارك الرحمن. خلاص غرفناه ما شاء الله مفلفل. اللي دايما يشتكوا انه قدر الضغط يعجن الاكل، لا ما يعجن الاكل ابدا عن تجربة. يوزيني بس الموية زي ما قلت لك، قدر الضغط الكهربائي بالذات لا تكثري الموية، حتى لما تحطي الدجاج يستوي لا تكثري، اوزني الموية تمام ولا تنقعي، النقع يعجنه بزيادة. هنا غرفته جنبه السلطة. طبعا بعد ما خلصت تغدينا وخلصت لازم من قهوة، أجهز جوي هنا، يعني حتى لو ما خرجت بعد الشغل أني أغير جو، لا أحب أنا أسوي لي جو في البيت. جلست في غرفة المعيشة، حطيت شمعتي
وجهزت قهوتي. واحدة من المتابعات تقول انت ما تشربي قهوة عربي؟ لا بالعكس اشربها واحبها كمان، لكن يبالها جمعة وينحط معاها تمر حلا. انا صراحة ما ابغى كلها تمر ولا حلا، فحاول قد ما اقدر نسويها مرة في الاسبوع او في جمعة. وكذا حبيت انهي الفيديو بهذه الفقرة، بإذن الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.